خديتي الباك هاد العام ولا خديتيه العام اللي فات ولا قبل من العام اللي فات ودابا كتقرا ومتبع شي شعبه او مازال ما خديتي الباك، هاد الفيديو غادي ينفعك، غادي ينفعك حيت توجيه شي حاجه اللي مهمه في الدراسه وحتى في الحياه، وبالتالي الا كنتي كتحس براسك حاير وما عارف شنو دير او داكشي اللي كتقرا ما عارف واش فين غادي يوصلك وشنو اللي تقدر دير به، فهادي فرصه كبيره لك باش تحدد المصير ديالك من دابا واللي تقدر تسمعها لاول مره. وحسن ما نجي وندير لك فيديو ونقول لك فيه افاق الاس في تي، افاق الفيزياء، افاق شعبه الاداب والعلوم الانسانيه، فربما نعطيك انا هذا الافاق ولي ديجا ندير فيديو في القناه عليهم ويمكن لكم تشوفوه ملي تساليو هذا لا فيديو. ولكن واش ديك الافاق كاينه وموجوده بوفره في المغرب او غادي تحتاج منكم باش تخرجوا خارج المغرب باش تكملوا فيها وتصوفيو راسكم؟ وبالتالي اليوم غادي نشوفوا شي حاجه اللي ملموسه بزاف ولي غادي تسهل عليكم الطريق بزربة ان شاء الله. وقبل ما ندخل في الموضوع بغيتك تشارك في القناة دابا واللي غادي تساعدك ان شاء الله في قرايتك وفي حياتك، وخلي معاك البوس بلو. Let's go. كنسمعوا الفرص اليوم في كره ملي تكون لعب شي ماتش، في الخدمه، في القرايه، وكل واحد فينا عنده شي فرص ضروري واخا الاغلبيه ما كيشوفهمش. والفرص اللي تهمونا اليوم مرتبطين بالتوجيه الصحيح وشنو الشعبه اللي نختار باش من بعد نلقى فين نخدم. فوالا، اذا النقطه او الهدف اللي باغي نوصل ليه هو نخدم، دونك قصد العوينه تشرب. علاش حنا ما نشدوش ديك الخدمه ونشوفوا كيفاش نقراو عليها؟ حسن ما نقرا عاد نشوف فين يمكن لي نخدم، واش ديك القرايه فريمون كتوصل لديك الخدمه؟ واحسن طريقه واللي ملموسه بزاف هي غادي نشوفوا العلاقات اللي عندنا في العائله ومع الناس اللي تنعرفوا وغادي نصنعوا منهم فرص. شوف مثلا والديك ولا خوتك او عمامك ولا خوالك ولا ولاد عمك ولا بنات خوالك وخوالاتك ولا صحابهم وصحاب الوالد وصحابات الوالده وصحاب خوتك وصحاب ولاد عمك وصحابات بنات عمك، فايش هادشي كامل؟ علاش؟ عرفهم فياش خدامين. بقى معايا غادي تفهم اكثر. غادي تاخذ واحد الدفتر وغادي تصيف فيه واحد لا ليست كبيره وحط فيها هاد الناس وفياش خدامين. هاد الشيء غادي يحتاج منك الوقت، واحد 3 جوغ هي القليله ولا ان سومين. غادي دير هاد لونكيت، قلب وبحث واحفر مزيان، من بعد غادي تشوف هاد الخدامي واش كاين منهم اللي تيعجبوك وكيتمشاو مع داك الشيء اللي باغي. غادي تدور على هاد الخدامي وماليهم وغادي تحاول تشوف تجلس مع هاد الناس الا ما كانوش من عائلتك، يعني غير صحاب والديك او خوتك او ولاد وبنات عمك وخوالك، هادو هما اللي غادي يدخلوا ليك باش تهضر معاهم. وديك الساعه غادي نشرحوا لك مزيان شنو خصك دير وشنو خصك تقرا وشنو الشعبه اللي تتبع، حيت فينالمون تقدر تكون شي خدمه اللي زوينه وسهله وما كتحتاجش منك شي قرايه بزاف. وبالاضافه هاد الناس واخا ما تكونش خدمتهم زوينه وما عجبهمش حتى هما، غادي نقولوا لك ها المارشي اليوم شنو فيه، ها علاه تيقلب السوق، وشنو لي بروفيل اللي تيطلبوا، ها شنو خاصك تكون عارف، وغادي تمشي تقرا داكشي. يقدر يكون في لافاك، في ليستيا، في دي سونتر، في معاهد او في مدارس خاصه. دونك هنا كتحدد راسك شنو باغي وكيفاش غادي توصل لديك الحاجه وشحال ديال الوقت غادي تاخذ ليك. فوالا، وإلا حافظتوا على الكونتاكت ديالكم مع هاد الناس اللي غادي نوريوكم يقدروا يدبروا لكم في دي ستاج وانتم كتقراو واللي غادي يقربوكم بزاف من الخدمه. دونك هذه اكبر فرصه عندكم اللي غادي تسهل عليكم الحياه من بعد، بالتالي ما تعكزوش ونوضوا ديروا هذا الشيء اللي قلت لكم دابا. يلا صايبوا اون ليست وبداو دابا. الموضوع الجاي غادي يكون حول واش ضروري نخدم بدك الشيء اللي قريت. See you next time.